نساء تي في ندوة دولية في تونس من أجل مشروع إعلامي طموح يخدم المرأة المتوسطية العربية والأوروبية من خلال شاشات التلفزيون. ندوة حضرها سفراء وإعلاميون وسياسيون عرب وأوروبيون. ليلا لوفافرا المديرة العامة للإنتاج السمعي البصري الأورو متوسطي بدت متفائلة وهي تتحدث عن الإعلام والدبلوماسيات الثقافية. سوف نسلط الضوء على كل النساء العاملات المثقفات وكذلك الأميات والمزارعات، لن نستثني أحدا من عمق العالم الأوروبي والعربي اجتماعيا وعقائديا. نساء تي في يقرر مواكبة نسق الثورات في العالم العربي ليصنع ثورة المرأة في الإعلام والمجتمع، طموح للقطع مع أساليب الانتهاك والاستبداد تحت طائلة التبعية الاقتصادية والسياسية وكذلك العقائدية والجنسية. ولعله حان الوقت من أجل حضور حقيقي للمرأة في العالم كما تطرقت إليه الندوة. ما معنى تحرير المرأة؟ حرية المرأة هي حرية الرجل، هي حرية الوطن، هي حرية الإنسان، هي حرية العالم. إحنا بنعيش في عالم استعماري عبودي يجب أن يتحرر. يبدو أن الفكرة كانت ذا نفس استباقي، فكرة قديمة جديدة ألح في تنفيذها حراك اجتماعي فجر أوضاعنا سياسية مختلفة تتحكم في أذرع العالم أجمع. هذه ليست فكرة جديدة. التقيت السيدة لوفافر منذ سنتين في بروكسل وحدثتني عن الفكرة، كانت جيدة. المرأة كائن متواصل متعدد الأبعاد ذو رحم خلاق، ميزة طبيعية تؤهلها لمراكز القيادة والخلق والابتكار. كان في عندي تجربة شوية، يعني فهي تجربتي في العمل مع النساء من مختلف الانتماءات والثقافات، ولاحظت عندهم مقدرة عجيبة في ربط الأواصر، مقدرة عجيبة في تبادل الخبرات. سعي لبعث قناة جديدة ربما يطرح السؤال عن تمويلها وعن الغاية البعيدة لبعثها في عالم بات الإعلام فيه سلطة عابرة للحدود والجنسيات. لم تعد المرأة تنتظر أحداً حتى يتحدث عن مشاغلها وعمق عالمها، وها هي الثورة تفتح من جديد أبواب البادرة النسائية من أجل عالم حقيقي للمرأة. نسرين السويد، قناة المتوسط، تونس.